وقفت الزوالي ما عادش لاحق عليه، اللي عنده أربعة صغار وثلاثة صغار ما عادش لاحق عليهم، ولا عنده زوز يقراو وتيت وقراية وكل شيء ما عادش خالد، حتى العظم غلي، كل شيء غالي، 10 آلاف باش تعبي القفة ولا 20 دينار وثلاثين دينار، واللي لقت بهم بالنهار كيفاش؟ واحد ما عادش لاحق جملة، ما لاحق على حد شيء، ويبدا عنده دواء صغار وعنده كل شيء وعنده مرض مزمن، كيفاش؟ صاوني كيفاش واحد باش يخلط عليه؟ يا وليلة يتعشى وليلة بلاش، واحد ليلة يتعشى وليلة بلاش، صار ساعة عباد راهي ما خلطتش راهي، ثم عباد مش خالطة، ثم عباد تبات بلاش. والله ثم عباد تجي لآخر العشية تبدا تلاقط في الزبل باش تاكل. ثم عباد تبات بلاش والله ما خلطت الشاي تبات بلاش العباد الريف فيهم يبرشوا في الزبله باش يعشوا صغار باش يجيبوا قوه صغار الخبز يلقوه طيش في الشارع باش تاكل العباد ساعة عباد ما لقيتش راي عباد ما لقيتش حتى باش تتغطى وباش تاكل وباش توكل صغار ايش ما عاش فيها الدنيا حتى شيء الدجاج غلي ب 8000 العظم بدينار كان واحد يشري حار عظم باش يعمل عجل صغار وما عادش خالطة عليها هي تتكلف له 5000 6000 فرنك. حار عظم 15 جنيه. ها شنو باش تصور فيها؟ واش مازلت فيها؟ واش مازلت؟ واحد ما عادش ما عماله وماشية وتوخر راهي تونس عماله وماشية توخر، مش عماله ماشيين نشوفوا خير ما عادش شايفين حتى شيء راه. ما عادش شايفين حتى شيء، واحد يقول لك ناخذ حقبك ودواء لولدي خلي من ناخذ حاجة نستنفع بها، يقول لك صغيري أول. اش ماشي تشوف فيها ما شايف حتى شيء البطاطا هاي غالي البطاطا ب 2000 الكيلو وتحط لها رطل فلفل ولا قديش شنو هاك واش تكلف 20 دينار 30000 ما فيها لا دجاج لا حتى شيء واحد ما عادش هي خلط عليها جمله راه ما عادش فيها صفه غريبه اللي عنده زوز يقرا ولا عنده شاريه ولا عنده ماند ولا عنده حتى شيء ما عادش لاحق على حتى شيء حتى دواء ولاده ما عادش باش يشريه وباش باش ياخذ ما عادش ياخذ حتى شيء معناها ما ثماش حتى باش تمشي لابواب العبد اللي باش يفيق ما ثماش واحد كاري واحد ما عندوش باش ياخذ عباد بالرسمي مخاخه مرضت العباد مخاخه مرضت بالشيء معناها الغلاء وكل شيء ما عادش خالط على كل شيء ما عادش والله ما عادش خالط 100 فرنك يحسبوها يحسبوها مدام تو رمضان شهر فضيل كيفاش الزوالي باش يقاوموا في ما عادش رمضان في رمضان اي في رمضان ما عادش باش يخلط الزوال ما عادش حتى بتعرف حاجه باش يشق الفطر ما عادش عظامه باش تفيق باش ياكل يسيم هكاك ويزيد يعاود هكاك هي الدقله ب 12 نعرف الدقله مازال باش ياخذ كعبه الدقله ولا الحاجه العباد تخزلها بعينيها وتروح راه على من الغلاء العباد تخزل بعينيها تتفرج وتروح وتراه ما عادش تشري ثماش واحد يدور بقفته ويروح بها فارق ما عادش لا واحد عنده ماندا لا واحد عنده ما معناها واحد بلاصه يدخل مانا ما ثماش خويا هذيك هي العيشه ولد عم هذيك هي اعماله وماشيه كان بن علي يمكن نهوى انه خير كانت يمكن خير معناها هناك تو اللحم 30000 تخزله بعينيك ما عادش تاكله 26000 ما زلتش تاخذه تا حتى ب 10000 فرنك باش تفوح بها الطنجره ما عادش تجيب 5000 فرنك يبدا يعمل لك عليها مشكله يقول لك 5000 تجيب الحامه واحد ولا يخزر بعينيه ويروح يتفرج بعينيه ويروح يشتهي حاجه يروح يباطل ما عادش صغار وما عادش لا يقاوم لا ينجم يوكلهم لا ينجموا يقراوا الحليب هو غلي زاد الحليب ماشي شو يغلى في رمضان والياغورت ياغورت 200 فرنك كنت تشريها لصغير كنت تسكت به تو ما عادش تو ب 400 كعبه الياغورت مش عندك باش تحكي يا اخي ما عادش في رمضان واحد يسيم ويزيد يرى تا وليد عمي مش عندي نزيدك يا اخي